بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن مجموع الخواص اللي هنحصل عليه لو احنا جبنا الأجراس بتاعت الخطوط الخارجية على جهاز الفويس ميل. جهاز الفويس ميل بداية هيشتغل زي الديزل، المكالمات هتيجي على جهاز الفويس ميل اللي أنا مركبه. جهاز الفويس ميل هيبتدي يذيع رسالة ويوجه المتصل إنه يتصل بالرقم الداخلي أو الأوبريتور للمساعدة. لو المتصل وصل الإكستنشن ولقاه ما بيردش، فعنده اختيار إنه يرجع للمنيو الرئيسية أو إنه يسيب رسالة. يسيب الرسالة في الحالة دي في الميل بوكس الخاص بالإكستنشن، و كل اكستنشن بيبقى الميل بوكس بتاعه غالبا واخد نفس الرقم بتاع الاكستنشن للتسهيل على اليوزر بعد كده في التعامل مع الميل بوكس بتاعه. لو كان الاكستنشن اللي ثبت له الرسالة عامل برنامج فورورد للرسائل، فهي ممكن تروح له بويف فورمات مسج على الايميل بتاعه، يقدر يسمعها من الجهاز من اللابتوب بتاعه، ويقدر يخزنها ويقدر يحولها ويقدر يتعامل معاها بأي شكل زي أي رسالة واصلة لأي حد على الميل. أو لو أنا مأكتف الخدمة دي مع سمارت فون سيرفيس بروفايدر، يعني مع اتصالات وفودافون وكده، هتجيني رسالة على الموبايل بتاعي ان انا عندي ايميل، عندي فويس ميل مسج، وهقدر اسمعها برضو من السمارت فون او الموبايل بتاعي. الحقيقة جهاز الفويس ميل ممكن يبقى التعامل بتاعه اعمق شوية من ان هو يبقى ديزا. هيبقى اوتوماتيك اتندنت، اوتوماتيك اتندنت يعني هيتولى الرد بمجموعة من الرسائل المسجلة اللي بتوجه في اكتر من اتجاه، على المتصل انه يختار اولا اللغة اللي هو عايزها، ثانيا الديبارتمنت اللي هو عايز يكلمه، وبعدين رقم الاكستنشن، وبعدين لو ما حبش ينتظر هو ممكن يسيب فويس مسج، او لو كان اللي انا اتصلت بيه كفاينل ديستنيشن متصل من خارج جهاز الفويس ميل، عامل فورورد للمكالمات بتاعته على الفويس ميل بوكس بتاعه، هقدر اسيب له رسالة وهتروح له نوتيفيكيشن بالرسالة بتاعتي، او هتحصل مجموعة من حاجات تانية نشوفها بعد شوية. جهاز الفويس ميل لما هيتوصل على السنترال، ولو انا عندي CTI application communication assistant، انا هقدر اعمل بروسيسنج عالي جدا للمكالمات، هيبقى فيه انتجريشن كويس جدا ما بين السوفت وير CTI سوفت وير والفويس ميل. الانتجريشن ده او مجموع الفيتشرز دي هنتكلم مع بعض عنها في مره مخصوص عشان الكوميونيكيشن اسيستنت او CI CTI ابلكيشنز. هنا ركزت على ان النوتيفيكيشن هيجي لي على الايميل بويف فورمات، لان دي خاصيه الحقيقه مهمه جدا، فسبت الايمج دي لوحدها عشان لو اي حد حب يستعملها في العروض او يستعملها في ديمو يلاقيها جاهزه. الحقيقه جهاز الفويس ميل مش بس هيبقى فويس ميل اوتوماتيك اتندنت، هو هيديني مجموعه من الفيتشرز كتير هنتكلم عن بعضها بسرعة. بخلاف ان هو فويس ميل زي ما قلنا هو شبيه الديزا يعني، او ان انا اخليه ريليتد، يعني لو مش هو اللي بيرد على المكالمات وانا عندي ميل بوكس، انا ممكن اعمل رسالة خاصة بيا بالاكستنشن بتاعي واخليها هي اللي ترد على المكالمات بتاعتي سواء كانت داخلية او خارجية، ويقدر اي حد متصل بيا يقدر يسيب لي رسالة على الميل بوكس بتاعي، او اقدر استغله ك
انترفيو سيرفيس، ان انا ممكن اسجل 10 اسئله ويبقى في مجال ان اللي بيتصل عشان الاعلان اللي انا عامله يسمع اسئله ويبقى عنده مساحه للرد. انا ممكن بعد كده اراجع الرسائل اللي جات لي على الفويس ميل واشوف الانفورميشن بتاعه الناس اللي اتصلت عشان الاعلان، واقدر اختار زي ما انا عايز. فده نوع من البروسيسنج برضو للموضوع. وممكن برضو نستغل الموضوع ده، الانترفيو سيرفيس دي نستغلها برضو في الرد على مثلا بتعمل كفرنج للصيانة، المشكلة اللي عندك ايه، طب عنوانك، طيب يعني نسأل مواعيد العمل عندك ايه، نوع السنترال اللي عندك ايه، او نوع الجهاز اللي عندك اللي انت بتشتكي منه ايه، وهكذا وهكذا. والكلام ده ممكن يروح فويس ميل دي نوتيفيكيشن للمسؤول عن الصيانة، او هكذا وهكذا. يعني ممكن تطور بالشكل ده. كمان الجهاز الفويس ميل هيديني خاصية مهمة جدا، لو انا عندي ظهر رقم الطالب زي ما هو الحالة في الـ NS500 يا بيلت ان اوريدي. الحقيقة بناء على معلومات المتصل انا ممكن اوجهه لديستنيشن معين، يعني عند ارقام معينة انا عارف ان الرقم ده مثلا جاي من دولة معينة ولازم يكلم حد معين، فانا هتعامل معاه وهعمل له ديستنيشن مخصوص ورسائل مخصوص. حتى لو كان هو من دولة بتتكلم لغة معينة، انا ممكن الرسائل بتاعتي تبقى باللغة بتاعته. المهم ان جهاز الفويس ميل امكانياته عالية، ممكن نوظفه في توظيفات كتيرة جدا. الى جانب ان انا طبعا لو انا عندي عدة باناسونيك مميزة، هيبقى عندي امكانية ان انا لو في رسالة بتتسجل على التليفون بتاعي دلوقتي هتبقى مونيتورد، يعني مسموعة من السبيكر، فانا ممكن ارفع السماعة في اي وقت واكمل المكالمة لو الشخص اللي بيسيب الرسالة ده مهم بالنسبة لي. او بيديني امكانية ان انا وانا بتكلم في اي مكالمة سواء داخلية او خارجية ان انا اعمل تو ريكوردنج، يعني اسجل المكالمة اللي انا بعملها دلوقتي، او يديني امكانية ان المكالمة اللي بتتم دلوقتي اخليها تتسجل على ميل بوكس بتاع حد معين. يعني لو انا سوبرفايزر او انا مدير صيانة وفي حد بيشتكي، انا ممكن المكالمة دي بالكامل كده مع الكفرنج اللي انا بعمله مع العميل اخليه يتحول ويتعمل له كوبي في الميل بوكس بتاع المهندس بتاعي بتاع الصيانة او المبيعات او ايا كان. انا بمر بسرعة على خواص الفويس ميل لمجرد التذكرة بس، وهنبقى طبعا بفكر حضراتكم تاني ان احنا هنعمل له محاضرة مخصوصة هو الكوميونيكيشن اسيستنت كسي اي ابلكيشن. كمان انا ممكن يجيلي نوتيفيكيشن على التليفون بتاعي بلمبة تطفي تعمل فيكر يعني، او ان انا ممكن يروح لي الرسالة على الايميل بويف فورمات اسمعها على طول، او ممكن كمان الجهاز لما حد يتصل بيا، جهاز الفويس ميل لو حد اتصل بيا على مكتبي ممكن يعمل لي بيجنج على التليفون او مجموعة تليفونات، او حتى لو انا موصل امبليفاير واكسترنال سبيكرز ممكن يعمل لي انويسمنت عليه. دي الستاندرد فانكشن بتاعت الفويس ميل، يعني معظمها اتكلمنا عنها من شوية. الاوتوماتيك اتندنت ما هيتوجه للغة العربية واحد، للانجليزية 2، للصيانة بعد كده لو دخل في لغة معينة يقدر منها يتوجه على الاقسام اللي هو عايزها، وبعد كده يسمع رسالة تانية يروح على الاكستنشن جوه البرانش اللي هو حب يتعامل معاه. والانترفيو سيرفيس اللي هي ان انا ابقى عندي مجموعة من الاسئلة متسجلة وببقى سايب مساحة للتسجيل للي بيرد ايا كان بقى، كانت انترفيو لموظفين جداد او لو كانت حاجة بتكفر عمليات الصيانة او عمليات المبيعات، خاصية مهمة جدا جدا. وطبعا النوتيفيكيشن اللي بيجيني سواء على الميل او من العدة، وان انا ممكن اسجل باكتر من لغة، او ان انا اعمل اكسس وكمان ممكن اعمل اكسس للميل بوكس بتاعي بسهولة جديدة سواء من جوه الشركة او من بره، ده متاح. وان انا اوجه المكالمات حسب بيانات المتصل عشان تسمع رسائل معينة او تروح في اتجاه معين، ده سهل جدا بالنسبة لي.
كمان برضو التليفون ممكن يعني ممكن يتذيع لي الفويس ميل، ممكن يبعت لي اسم اللي بيسيب لي الرسالة دلوقتي يديني بيها announcement، عشان هو مهم انا اقدر ارفع السماعة واقعد انا اعمل كونتاكت سريع معاه. كمان كل واحد بيقدر يسيب الرسائل بتاعته، مجموعة من الرسائل الحقيقة مش رسالة واحدة، يعني مش بس كل extension هيبقى له رسالة واحدة يسيبها وخلاص، لا مجموعة من الرسائل، وممكن كمان حتى للاكستنشن مجموعة من الرسائل لمجموعة معينة من المتصلين based on الاي دي انفورميشن. كمان كل الداتا الموجودة على الفويس ميل هي ممكن تعمل لها باك اب عندي. دي الفيتشرز اجمالا بتاعت الفويس ميل ليستد قدامنا اللي يحب يرجع لها، ودي بقيتها، وده شكل الانتجريشن ما بين الكوميونيكيشن سيستم بكل اشكاله وجهاز الفويس ميل. ده شكل الانتجريشن بيبقى كده. ده النتورك دايجرام بيبين ان انا الجهاز بتاعي والسنترال بتاعي بما ان هو لان كونكتد والجهاز فويس ميل كمان لان كونكتد، ف الحقيقة الانتجريشن ده مهم جدا، وهنتكلم عنه بالتفصيل اكتر في المحاضرة الخاصة بالنتورك. نيجي بقى الموضوع الاساسي بتاعنا، ان انا الاجراس بتاعتي هتيجي على جهاز الفويس ميل. انا ما اقدرش اركب على السنترال بتاعي اكتر من جهازين فويس ميل، 2 يونتس، يونت 1 يونت 2، دول الماكسيمم بتاعي. كمان ما اقدرش اربطهم بالسنترال باكتر من 12 بورت، يعني 24 تشانل. لو انا بوصل جهاز فويس ميل باناسونيك فانا بعمل ديجيتال انتجريشن، يعني بوصله بالبورت بتاعت البورتات الديجيتال او الهايبريد، ولازم تكون بورتات كلها على كارت واحد. تعريف الفويس ميل بيبقى البورتات الديجيتال على كارت واحد، والماكسيمم بتاعي 12 بورت والجهازين ماكسيمم. لو انا بستخدم جهاز فويس ميل باناسونيك مع سنترال مش باناسونيك، او بستخدم فويس ميل مش باناسونيك مع سنترال باناسونيك، انا مش هقدر اعمل ديجيتال انتجريشن، لكن هقدر اعمل دي تي ام اف انتجريشن، يعني هوصل جهاز الفويس ميل بسنجل لاين تليفون بورتس. في الحالة دي هيبقى دي تي ام اف انتجريشن. لو انا هبدأ في البرنامج وعايز اعرف البورتات دي انها فويس ميل، هبقى لازم اخش على بي بي اكس كونفيجريشن، كونفيجريشن سلوت، واروح هنا اقف السهم على كارت بتاع الدخله واي كارت الحقيقه، واشوف البورت بروبرتي. بورت بروبرتي هتفتح لي الشاشه دي، كونفيجريشن سلوت بورت بروبرتي اكستنشن بورت، هيبين لي هنا الكونديشن بتاع كل الاكستنشنز الواصلة على السنترال الداخلية، هي ان سيرفيس الاوت سيرفيس واساميها وكذا، وتوصل على انهي كارت في انهي سلوت وهي انهي بورت، وهي نوعها ايه. بداية هي نورمال، لكن انا لو عايز احولها لدي اس اس او فويس ميل هبتدي من الشاشة دي ديجيتال بروبرتي تليفون تايب، هحوله لدي اس اس او فويس ميل. كمان هقول هو واصل على يونت واحد ولا يونت اتنين، انا ما عنديش ماكسيمم بتاعي 2 يونت، وهقول البورت نمبر بما ان احنا قلنا هما ماكسيمم 12 بورت عشان 24 شن، يبقى انا مش هلاقي سلكشن اكتر من 12. الشاشه بتاعت ديجيتال بروبرتي تليفون تايب لوكيشن نمبر هتفتح لو انا هقصين البورت دي كدي اس اس، لكن لفويس ميل لا، دي اس اس او بي سي كونسول هتفتح لي الشاشة دي اذروايز، يعني مع الفويس ميل لا مش هتتفتح. كمان انا بنوه ان انا لما عايز احول البورت من نورمال لفويس ميل لازم اوديها الاول اوت اوف سيرفيس، وبعدين اغير من نورمال لفويس ميل، وبعدين سيفنج، وبعدين ارجعها ان سيرفيس تاني. وبفكر ان انا ماكسيمم بتاعي 12 بورت، جهازين بس اللي هيتوصل.
ده الشكل في البرنامج اللي انا هشوفه لو انا عملت البورتات الاربعه دي فويس ميل وهم تو بورتس منهم على جهاز رقم واحد وتو بورتس منهم على فويس ميل يونت رقم اثنين بالشكل ده. هيبقى 193.94 متعرفين ان هم فويس ميل بورتس على يونت رقم واحد اكستنشن 95 و96. ده جدلا ده فرض، انا مفترض ان انا هعمل الاربعه بورت دول كفويس ميل، فعملت الاربعه بورت دول فويس ميل في البرنامج وخليت اول اتنين على جهاز رقم واحد واللي بعدهم على جهاز رقم اتنين وترتيبهم 1 2 3 4 من ال 12 بورت الماكسيموم اللي انا حاضر اعملهم. دول هيدوني الاربعه دول هيدوني 8 شانلز. الاربعه اكستنشن دول اللي انا عملت لهم اساينمنت كفويس ميل بورتس هما دول اللي هيكونوا الفويس ميل جروب بتاعتي اللي انا هجيب الانكامنج رينج عليها. فبما ان الانكامنج رينج هي على الاكستنشنز دي والاكستنشنز دي الحقيقه كونكتد جهاز فويس ميل، يبقى جهاز فويس ميل اللي هيتولى التعامل مع المكالمه. انا هنا بفكر ان بورتات ماكسيمم في الجروب سيتنج لو انا رحت على 11 هلاقيها فويس ميل ديجيتال بروبرتي تليفون او ديجيتال انتجريشن جروب. لو رحت دخلت جواها هلاقي انا عندي اختيارين سيستم سيتنج او يونت سيتنج. سيستم سيتنج هتوديني على الشاشه دي، يعني يعمل انيبل او ديسيبل للويتنج على الفويس ميل جروب، او يعني كل الاكستنشن تروح على فويس ميل ولا لا، وهكذا. لو انا دخلت في الجروب فويس ميل ديجيتال انتجريشن على اليونت سيتنج هلاقيه فاتح لي الشاشه دي، هقدر احط الاكستنشنز بتاعت كمان بارليست جوه الفويس ميل جروب الاولانيه اللي هي هتبقى خاصه بالجهاز رقم واحد. هما جهازين ماكسيمم، كل جهاز اقدر اديله فلوتنج دايركتوري نمبر، يعني رقم من الارقام الداخليه المسموح بيها، لكن هو مش رقم اكستنشن، هو هيبقى رقم خدمه في الحاله دي زي الاي اس دي جروب مثلا او بي اس جروب او اي نوع من انواع الجروب او بيجن جروب او كذا او كذا. لو انا حطيت الرقم اللي انا عايزه احطه ك ك اف فلوتنج نمبر للفويس ميل جروب، اروح احط النمبر ليست جواها هلاقيه اوتوماتيك شاف ان 93 و94 كونكتد للفويس ميل رقم واحد، واخدين بورت واحد واتنين، هما دول الممبرز بتاع فويس ميل يونت رقم 1 اللي انا اديته فلوتنج دايركتوري نمبر هنا، وده ليونت 2. المفروض انا دلوقتي الدي اي ال تيبل هفتحه واحط في الرقم فلوتنج دايركتور نمبر بتاع الفويس ميل يونت واحد واتنين.